مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية. خطاب العرش خارطة طريق لتخليق تدبير الشأن العام بروح من المسؤولية وجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. مرحبا 2017 عملية متواصلة بمختلف نقاط عبور مغاربة العالم إلى أرض الوطن، وروبورتاج سنتابعه من ميناء بني نصار بالناظور. انخراط المجتمع المدني في التحسيس بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة من هم في حاجة إلى هذه المادة الحيوية. المغربي محمد مزواري يفوز بالنسخة الثالثة للجائزة الدولية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للكيك بوكسينج في مدينة طنجة. أهلا بكم. البداية ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الحاكم العام لجامايكا باتريك لينتو ألا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الحدث البارز الذي ميز الأسبوع الذي نودعه اليوم الذكرى 18 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، نعود للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة في ملخص مع يوسف الغساني يرافقه في لغة الإشارة محمد الكتاني. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل أداء القسم من طرف 1733 ضابطا متخرجا من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية من بينهم 259 امرأة ضابطة. وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني ألقى جلالة الملك كلمة سامية، حيث أطلق حفظه الله على الفوج المتخرج اسم الوطني الغيور المرحوم محمد بوستة تقديرا له كمناضل سياسي حكيم ورجل دولة كبير مشهود له بالالتزام الصادق بخدمة قضايا الوطن والدفاع عن مصالحه العليا. وبعد أداء القسم بين يدي جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استعرض جلالته محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مختلف وحدات الفوج الجديد. إثر ذلك تفضل صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بترقية عدد من الضباط السامين إلى رتبة جنرال وكولونيل ماجور، كما تفضل وأعطى موافقته السامية حول جدول ترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية إلى رتب أعلى برسم سنة 2017. واستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان الجنرال دكتور درمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الذي سلم لجلالة الملك برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالته باسم الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 18 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك الضباط المتفوقون خريجو المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. وبهذه المناسبة أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء على شرف الشخصيات المدعوة ترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
وبساحة مشوار القصر العامر بمدينة تطوان تقدمت وفود ممثلي مختلف جهات المملكة لتجديد الولاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل وبحضور فخامة رئيس الجمهورية الجابونية السيد علي بونغو أونديمبا. وفي مستهل هذا الحفل قدم وزير الداخلية وولاة وعمال أقاليم المملكة الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصره. وفي صفوف مترصة قدم ممثل الأقاليم والجهات الولاء لأمير المؤمنين الذي شكل على امتداد تاريخ المملكة العريق المطاق الغليظ والرابطة المتينة التي طالما جمعت القائد الأسمى للبلاد بشعبه المخلص. وفي ختام هذا الحفل البهي الذي يعبر عن أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد أطلقت المدفعية 5 طلقات بينما أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وأقاليم المملكة. خطاب العرش تضمن خارطة طريق للعمل السياسي والإداري والحزبي الجاد وإلى العقليات التي يجب أن تتغير، ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. أحمد العلوي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. رسائل قوية تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد. رسائل أكدت على أهمية الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات وخصوصا منها المجال الاجتماعي. هذا خطاب توجيهي، خطاب تاريخي، يجب على كل من يريد المشاركة في تدبير الشأن العام أن يستحضر هذا الخطاب أولا ويتقي الله في هذا الوطن كما قال جلالة الملك، لأن وصلنا إلى مرحلة لم يعد معها السكوت ممكنا. جلالة الملك شدد أيضا على ضرورة العمل بروح المسؤولية والإخلاص والاستجابة لانشغالات ومطالب المواطنين وإنجاز مختلف الأوراش والمشاريع التنموية خدمة للوطن والمواطنين. يعتبر هذا الخطاب واحد حد فاصل بين واحد الزمن وضرورة انتقال إلى زمن جديد ملؤه أن يكون الجميع واعيا، لأن في نهاية المطاف الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو الوطن في شموليته، مشاريع التنمية، إعادة التأهيل ورصد كل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، وعلى المسؤولين أن يكونوا واعيين بهذا وأن غير ذلك سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة لهم. تشخيص للواقع وانتقاد لعمل المؤسسات السياسية والفاعلين السياسيين والمسؤولين من أجل إيلاء عناية كبيرة لتدبير الشأن العام بعيدا عن الحسابات والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة. بمختلف نقاط العبور بالمملكة تسجل عملية مرحبا 2017 ارتفاعا في توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تواكبها إجراءات وتتابير حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف. النموذج نتابعه من ميناء بلنصار بالناظور الذي سجل ارتفاعا بلغ 34%. روبورتاج محمد بلاوي ورشيد العتابي. من مختلف الدول الأوروبية قادموا مغاربة العالم يعانقون من جديد أرض الوطن هنا بميناء بنصار بالناظورة، شوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لعائلتهم وذويهم يعلو فوق كل شيء. جاي من طرقونا من إسبانيا. أكيد السفر. أخويا بخير الحمد لله، بخير الحمد لله. جينا في الوطن متعين أنا والوليدات الحمد لله بخير، وجينا نشوف الوالدين والحباب. والسفر مزيان الحمد لله، يعني مساعدات في الباخرة، يعني باخرة مزيانة، الديوان الأمن الوطني كل شيء مساعد هذه المرة أحسن من المرة اللي دازت. جاي من فرنسا من مات. داز بخير وعلى خير. في الباطو سيتي تخي تخي بيان الحمد لله. ولضمان حسن استقبال وعبور مغاربة العالم يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير على مستوى ميناء بنصار بالناظورة من مختلف المصالح، وخاصة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فضلا عن تعزيز الأسطول البحري بباخرة جديدة تؤمن رحلات البحرية من وإلى ألميريا بجنوب إسبانيا. الأرقام المسجلة في هذه السنة اللي تجاوزت بكثير الارقام ديال السنه الفارطه، بحيث سجل قدوم من حيث قدوم
إخواننا المهاجرين بالخارج ارتفاع بما معدلوه أكثر من 45% لحد الساعة. وفيما يخص السيارات وصلنا للحدود 36% ديال الزيادة بالمقارنة مع 2016. بعدما خضعوا لعملية المراقبة وتقديم الوثائق، أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يواصلون طريقهم نحو مختلف مناطق الجهة الشرقية ليجددوا اللقاء بالأهل والأحباب. في أخبار المؤسسة التشريعية، سيعقد مجلس النواب بعد غد الثلاثاء جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017 من الولاية التشريعية 2016-2021. موجة حرارة شديدة تشهدها مختلف مناطق المملكة ستتواصل حتى الثلاثاء المقبل، وحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية فإن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 45 و49 درجة وستهم المناطق الجنوبية للمملكة. مع ارتفاع درجات الحرارة تبقى الشواطئ الوجهة المفضلة للعديدين، ويعرف شاطئ مير اللفت بإقليم سيدي إفني إقبالا متزايدا بحكم عدة عوامل نتعرف عليها في روبورتاج حسن طباعي وسمير بركة. شاطئ مير اللفت فضاء ساحلي مترامي الأطراف، اجتمعت فيه من المواصفات السياحية ما تفرقت في غيره. هنا البحر والرمال والطبيعة، معطيات تأخذ باهتمام زائر المنطقة. قرب من ناحية الناس على حسب التنقل، إلى بغاو يجوا قريب، ماشي شي حاجة اللي هي غالية، وهاد الناس زينين ديال هاد المنطقة. جو زوين، الشاطئ زوين، كلشي نظيف، كلشي نقي. بعض المهن الموسمية تلقى الرواج، ومنها ركوب الجمال والخيول، هواية تنال إعجاب المصطفين. كان إقبال بزاف على ركوب الجمال وركوب الخيل، والشاطئ كنخليوه ديما نقي، وكنصحوا الناس اللي كيجيو من برا ما عارفينش قاعد يطلب حركة، كنصحوهم باش ما يعوموش في البلايص الممنوعين. لمير اللفت 7 شواطئ تعتبر من بين الوجهات الأساسية لعشاق السياحة الداخلية، حيث تمتاز بطبيعتها وجبالها ورمالها ومياهها النظيفة. وشاطئ عين دياب بالدار البيضاء واحد من شواطئ كورنيش عين دياب قبلة للزوار والسياح بالعاصمة الاقتصادية. روبورتاج فاطمة تابوت وعاشور بن مسعود. شاطئ عين دياب قبلة سياحية بامتياز، ميزته اتساع رقعة الاصطياف، نظافة الشاطئ، نظام اصطفاف المظلات والكراسي، منظر جميل يغري كل وافد على الشاطئ، وهذا تحول إيجابي يعرفه الشاطئ خلال السنوات الأخيرة. مقارنة الأعوام اللي فاتوا الحمد لله لاحظنا بأن كاين واحد الفرق كبير كبير، ولات النظافة ولا الناس كاين حراسة، والحمد لله داكشي منظم. بلا تشوفوني الشاطئ دابا الشط كويس، يعني كثير نظيف ومرتب وحلو كثير يعني، وبتمنى يكون بالأردن موجود زيه، بس مش موجود لأنه ما فيش بحر بالأردن، يعني غير بجوز البحر الأحمر والبحر الميت. فأنا جاي هون زائر أنا وولدي مشان نتفرج على البحر. البحر نقي وكاينين رجال الوقاية المدنية. وحفاظا على نظافة الشاطئ، المسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات المسؤولة، وهذه الأخيرة مدعوة لتأهيل فضاءات الشاطئ وجعلها أكثر جمالا. إيه الحمد لله كاين الحماية وسط الماء، داكشي الحمد لله، داكشي كلشي مزيان. هاد العام ما كاينش نوار بحر محدي. بالنسبة للنظافة اللي كنقول ضروري خاص يكون واحد الشهاد كبير من طرف المواطن ومن طرف الناس المسؤولين. كنتمناو يزيدوا لنا هنايا المراحيض، الدوش، ويكون الاسعافات الاوليه قريبه بزاف. مجهودات تبذل لتجويد الخدمات بالشاطئ وتاهيل الفضاءات، فالغايه هي الارتقاء بجوده الشاطئ وحمايته وجعله اكثر جاذبيه. وخلال فصل الصيف تكثف لجان مراقبة سلامة وجودة المواد الاستهلاكية دوريتها، والهدف المحافظة على صحة المستهلكين والضرب على أيدي المتلاعبين. من الجديدة روبورتاج حسن زكي ومحمد العلوي. الجديدة كمدينة سياحية بامتياز تشهد خصوصا في فصل الصيف إقبالا كبيرا من طرف المصطافين، إقبال ينعكس بشكل مباشر على محلات بيع الوجبات السريعة والمطاعم، الشيء الذي يستلزم التردد المستمر لدوريات لجان المراقبة المختصة بالحفاظ على السلامة الصحية للوجبات المقدمة للمستهلك. كلجنة كنخدموا بصفة مستمرة طيلة السنة
غير بمناسبة حلول موسم الصياف تنكتفوا من عملية المراقبة وتنحتوا أصحاب هذه المحلات باش يحترموا شروط الصحة والنظافة والسلامة بالمؤسسات ديالهم وباش يديروا واحد المراقبة ذاتية ديالهم تاهم. بالنسبة لليجان ديال المراقبة كيجيو عندنا بفترات مستمرة هنا باش كيراقبوا لنا المحل عندنا هنا باش كيسهروا على السلامة ديال المواطن هنايا والمحل كيجيو كيدخلوا كل مرة وكينفعونا كنستافدوا منهم حنا أنهم كينصحونا بزاف لأنهم قارين على داك الشيء وعندهم خبرة في داك الشيء باش كنستافدوا منهم حتى حنا باش لا كانت شي حاجة ماشي هذيك وريوها لينا. إجراءات استباقية تقوم بها هذه اللجان في ترددها المستمر على هذه المحلات للوقوف على مدى احترامها لمعايير وشروط الجودة والصحة والسلامة، وهي إجراءات لقيت استحسانا من طرف زبناء هذه المحلات. بالنسبة لهذه اللجان هذه مهمة بالنسبة لصحة المواطن، وهذه اللجنة شفناها جات وشفنا رجال الأمن وكذا، ومن هنا ومعك يكون الضغط على المواد الغذائية وعلى البحر، فالإنسان ضروري خصو يكون واحد المراقبة من لجان مستمرة. هاد اللجنة مزيانة خصوصا ماشي في الصيف، خاصها دائما تكون لأن في صالح المستهلك وفي صالح هذا. وأنا شي دائما كنجي هنايا ولاحظت بأن هاد البلاصة يعني نقية ومزيانة. لكن هاد المراقبة اللي كتجي ديال النظافة خاصها تجي على المحلات كاملين، ماشي غتقصد غير محل واحد تجي ليه، ديما تجي له هو. احنا دابا كنجيو ديما مولفين نجيو ناكلو هنايا، ما كاين مشكل، احنا وليداتنا. وللإشارة فخلال الشهر الماضي قامت هذه اللجان بمدينة الجديدة بدورية مراقبة ل 270 محل بالوسطين الحضري والقروي بالإضافة إلى المخيمات الصيفية المتواجدة بالمدينة، وجهت خلالها حوالي 40 إنذارا للمخالفين منهم لشروط الصحة والسلامة. في فترة الصيف تتراجع نسبة المتبرعين بالدم مقابل تزايد الحاجة لهذه المادة الحيوية، وللتوعية بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الملايين تنظم جمعية المجتمع المدني والمركز الوطني لتحقن الدم عدة حملات. ريبورتاج أحمد بن خديجة، المتدربة وجدان بروك وفؤاد الحرش. انخراط كبير يبين عنه المجتمع المدني في التشجيع على التبرع بالدم بعد إمداد هذا الشاب بالمعلومات الكافية والإجابة عن تساؤلاته يقرر التبرع. أنا بغيت نتبرع حيتاش كاينين الناس خاصهم الدم، كاين اللي مريض، كاين اللي هادي، حتى أنا جوبونس نقدر نطيح في هاد لوكا. جا على غرض نقضيه، ومنين دزت من هنايا بان ليا أنه كاين تبرع بالدم، وقلت أنا علاش من حتى أنا نكون من المتبرعين وتا انا ينقد انسان اخر. اتصلت بي واحد البنت البارح قالت لي راه الوالده ديالها مريضه بغات الفصيل ديال الدم ديالي، وانا جيت نتبرع. قطرات دم تشكل اكسير حياه بالنسبه للعديد من الناس والاف المرضى، خاصه في فتره يتقلص فيها عدد المتبرعين مقابل زياده في الحاجه. خلال الفتره ديال الصيف كينقص عدد المتبرعين وبالتالي كينقص المخزون، فبالتالي فكرنا في هذه الطريقة ديال تحسيس المواطنين، تشجيع المواطنين بشراكة واحد مجموعة ديال جمعيات المجتمع المدني وشابات شبان لكي يستعملوا كثير من الوسائل من أجل دفع الناس على التبرع بالدم. المتبرعين المنتظمين اللي هما ديما تيتبرعوا بالدم في إزازة خارج الرباط وهذا، فتنستغلوا دوك المواطنين اللي تيجيو في إزازة في العطلة في الرباط فتنحسوهم وتيتبرعوا بالدم وتيصبحوا متبرعين متطوعين وهذه يوليو دائمون. عملية تتم في ظروف تضمن السلامة الصحية للمتبرع والمستفيد، إلا أن عدد المتبرعين ما زال محدودا ما يستدعي تكثيف الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن لإنقاذ حياة من هم في حاجة لقطرة دم. الخبر الدولي نبدأه بأحوال الطقس، حيث تسببت موجة حر شديدة تجتاح جنوب أوروبا في مصرع عدد من الأشخاص وفي خسائر بالملايين. عبد الوهاب الكعراتي. سجل ارتفاع كبير في درجات الحرارة في عدد من الدول الأوروبية، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة في بعض المناطق وتسببت في أضرار مادية كبيرة ووفيات.
ففي إيطاليا توفي 3 أشخاص جراء الحرارة المفرطة، كما ارتفع عدد الذين نقلوا إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات خلال هذه الأيام. وضع مشابه يعيشه الجنوب الشرقي لفرنسا، إذ سجلت درجات حرارة قياسية فقط 42 درجة مئوية حسب الأرصاد الجوية الفرنسية. ودعت السلطات الصحية الفرنسية السكان إلى توخي الحذر خاصة بالنسبة للمرضى والمسنين. الجارة إسبانيا أعلنت فيها شبكة التلفزيون الحكومية وفاة شخص بسبب الحر في أحد شوارع بالما بجزيرة مايوركا، ورفعت درجة التأهب في 12 إقليما إسبانيا بعد أن وصلت الحرارة إلى 42 درجة. وفي رومانيا سجل وفاة شخصين لأسباب مرتبطة بالأحوال الجوية. وتشير دراسة قام بها باحثون إلى أن موجة الحر قد تتسبب في مقتل 150 ألف شخص في أوروبا سنويا بحلول عام 2100 إذا لم تبذل الجهود اللازمة لكبح انبعاثات الغازات. بالعراق قتل أزيد من 170 عنصرا من تنظيم داعش، ونفذ طيران الجيش ضربات جوية في بلدة الشرقات شمال محافظة صلاح الدين، البلدة التي لا تزال تحت سيطرة داعش منذ أكثر من 3 سنوات. تمكن الجيش السوري من استعادة مدينة السخنة التي كانت آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة حمص. يأتي ذلك في الوقت الذي يتقدم فيه الجيش السوري صوب معاقل المسلحين في شرق البلاد. كثفت الولايات المتحدة الأمريكية والصين ضغوطهما على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية إثر تبني مجلس الأمن لقرار يشدد العقوبات ويمكن أن يكلف بيونغ يانغ مليار دولار سنويا. فرح سعف. في خطوة من شأنها حرمان بيونغ يانغ من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار، مجلس الأمن الدولي ينجح في تمرير قرار بإجماع أعضائه 15 يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية. القرار رقم 23-71 يهدف إلى ردع بيونغ يانغ من خلال تشديد القيود المفروضة على صادرات الفحم والحديد وخام الحديد ليصبح حظرا كاملا، ينضاف إلى الحظر المفروض على صادرات الرصاص وخام الرصاص والمنتوجات البحرية. العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستجمد كذلك عدة تصاريح للعمال الكوريين الشماليين بالخارج، وستضع 9 أشخاص ضمن القائمة السوداء، كما ستجمد أصول 4 شركات، إضافة إلى حظر تأسيس أو التوسع في مشاريع مشتركة مع شركات أو أفراد من كوريا الشمالية. هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تعتبر ردا على البرنامجين الباليستي والنووي لبيونغ يانغ، وتهدف إلى دفعها إلى التفاوض بعد إطلاق صاروخ عابر للقارات الشهر الماضي اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للأمن العالمي. القرار الصادر عن مجلس الأمن يمثل نجاحا للولايات المتحدة الأمريكية التي تمكنت من إقناع الصين وروسيا بعدم استخدام حق النقد الفيتو. ويعتبر هذا 7 قرار يستهدف بيونغ يانغ بسبب تجاربها الصاروخية منذ 2000، وكانت آخر حزمة من العقوبات المشددة قد صدرت في يونيو الماضي. أوقف مشاة البحرية الأمريكية عمليات البحث التي يقومون بها للعثور على 3 عسكريين فقدوا في حادث طائرة قبالة سواحل أستراليا والتي كانت قد تحطمت أمس في البحر بعد إقلاعها من إحدى السفن الهجومية. أحيت اليابان اليوم ذكرى مرور 72 عاما على أول هجوم نووي في العالم على هيروشيما، المدينة الواقعة في جنوب البلاد. وتأتي هذه الذكرى بعد أن أيدت اليابان الشهر الماضي مواقف القوى النووية الكبرى بريطانيا، الولايات المتحدة، فرنسا بعدم التوقيع على معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية. بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد تواصل سفارات المملكة بعدد من العواصم العربية والدولية احتفالاتها بهذه الذكرى المجيدة، مناسبة لإبراز أهم محطات المسار التنموي بالمغرب. محمد الوهيبي.
احتفاء بالذكرى 18 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين. أقام سفير المغرب بالمملكة المتحدة بلندن حفل استقبال حضر عدد من المسؤولين البريطانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بلندن وشخصيات تنتمي إلى العالم الاقتصادي والأكاديمي والثقافي والفني والإعلامي، إضافة إلى أعضاء الجالية المغربية المعتمدة بإنجلترا. وتخليدا للمناسبة المجيدة نظمت سفارة المملكة برومانيا حفل استقبال بهيج حضرته شخصيات حكومية وسياسية واقتصادية، يتقدمها وزير العدل الروماني وكاتبا الدولة في الشؤون الخارجية والأعمال وشؤون الرومانيين في الخارج ورئيس الوكالة الجامعية للفرنكفونية رئيس وزراء رومانيا السابق ونائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الرومانية المغربية. وببوركينا فاسو نظمت سفارة المملكة المغربية حفل استقبال بمناسبة الذكرى 18 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، مناسبة حضرتها شخصيات تنتمي لعالم السياسة والثقافة والفن، ثمنت عودة المغرب إلى أسرته المؤسساتية الإفريقية. وبفنلندا أحيت سفارة المملكة المغربية حفلا بهيج بمناسبة هذه الذكرى الغالية حضرته شخصيات عدة عبرت عن عمق أواصر التعاون الثنائي وعلى متانة العلاقات التي بلغت نضجا بفعل تطابق الرؤى بين البلدين. كما أقام سفير المغرب في البيرو حفل استقبال بهيج حضره نائب رئيس البرلمان ووزيرة المرأة والفئات الهشة ورئيس السلطة القضائية ورئيس المحكمة الدستورية وشخصيات بارزة تنتمي لعوالم السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والثقافة والإعلام، كلمات أشادت بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله. وبالباراغواي أقامت سفارة المملكة المغربية حفلا بمناسبة الذكرى 18 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين. حضر الحفل شخصيات تنتمي للسياسة والاقتصاد والثقافة والفن والإعلام، حيث ثمن المشاركون العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين مؤكدين العزم عن تعزيز التعاون والعلاقات البينية. وببيروت أقامت سفارة المغرب حفل استقبال بمناسبة هذه الذكرى الغالية حضرها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد ممثلا لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية وعدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى لبنان، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية وأخرى من عالم الثقافة والفن والإعلام. الحضور نوه بالعلاقات الثنائية بين البلدين على اعتبارها تاريخية كانت دائما مطبوعة بالمودة والاحترام المتبادل. عشاق موسيقى غناوة استمتعوا أمس بمراكش بأمسية فنية أحيتها عدة فرق من مختلف المدن المغربية، وكانت في إطار مهرجان أنغام غناوة. سمية بالعياشي وعثمان تزي. من أمام المسرح الملكي أعلنت الأمسية الغناوية عن نفسها بعروض ورقصات فولكلورية اجتذبت البعيد قبل القريب. وداخل فضاء المسرح تردد صدى الآلات الموسيقية الأصيلة لفرق غناوة، موسيقى ولدت من رحم معاناة إفريقية من الميز العنصري وعاشت وأخلصت لرسالتها الهادفة إلى تهدئة آلام كل الجراح في وجدان الإنسان. المهرجان كيخلق فرص للفئة الشابة باش يحافظوا على هذا التراث، وفي نفس الوقت نخلقوا لهم واحد الجوف مسابقه اللي هي كتشكل من مجموعه ديال لجنه التحكيم تتكون من اساتذه موسيقيين ومعلمين غناويين، وكنحاولوا هذه الفئه الشابه باش تحافظ على هذا الفن هذا. مهرجان خصص كذلك فقره تكريميه لحسن حكمون احد سفراء التراث الغناوي المغربي بالولايات المتحده الامريكيه. انا فرحان، انا عندي بزاف ديال الزوائز كبيره في الميريكان وخارج على الميريكان، ولكن هذه حسيت بها بانه خوتي المغاربه فرحين بيا، وانا فرحان بزاف بهذه المناسبه. جيت للتكريم ديال خويا وحبيبي حسن حكمون اللي هو فنان عالمي وهذه 30 عام هو عايش في امريكا ولعب مع كبار الفنانين في العالم، ما كانش يمكن يكون التكريم ديالو بلا ما نحضر له. Thank you.
المهرجان الذي سيقدم جائزة لأحسن فرقة جناوية مشاركة يعد بادرة أخرى تدعو إلى العناية بهذا الفن المغربي الإفريقي الضارب في القدم وتلقينه للشباب. الصفحة الرياضية لهذه النشرة نبدأها من لندن، حيث تأهل العداء المغربي سفيان البقالي إلى نهائي مسابقة 3000 متر موانع ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المتواصلة حتى 13 غشت الجارية. حسن الحريري. بالملعب الأولمبي بلندن تمكن العداء المغربي سفيان البقالي من التأهل إلى السباق النهائي ل 3000 متر موانع. سفيان البقالي صاحب الصدارة في العصبة الماسية أكد على حضوره ضمن الكبار في نهائي مسابقة عرفت سيطرة الكينيين منذ أولمبياد 1968 وكان أول لقب أولمبي من نصيب أموس بيوت. سبع دورات ونصف في هذا السباق، خمس عارضات وعلو العارضة 914 سنتيمتر 250 متر أولى تجرى بدون موانع. في اللفات الأولى راقب سفيان البقالي السباق جيدا وكان حذرا لكل محاولات بيوال الأوغندي أرباتاغا الكيني بيريش والفرنسي محي الدين المخيسي. الكيني بيريش والأوغندي أبلاتاك وإتشوبيو تقدم في السباق وسوفيا البقالي يتعقبهم بحذر شديد. هنا أخذ البقالي المبادرة في اللفة الأخيرة، لا مجال لترك القيادة للكينيين والإتيوبيين ليتقدم أكثر فأكثر. وفي المطاردة الفرنسي محي الدين المخيسي الذي ظل في المركز الثاني. وفي الأمتار الأخيرة حسم العداء المغربي سفيان البقالي في أمر سباق ومركز أول خول له المشاركة في نهائي 3000 متر موانع الذي سيجرى يوم الثلاثاء القادم. نهائي سيجمع أفضل عدائي 3000 متر موانع على الصعيد العالمي والذين تألقوا في العصبة الماسية. هشام سكيني كان هو العداء المغربي الثاني المشارك في إقصائية 3000 متر موانع. هذه السلسلة عرفت مشاركة عدائين جيدين مقدمتهم الأمريكي جاكي والفرنسي يوان كوفال، لكن الحظ عكس هشام سكيني تعطر وسقط وتأخر كثيرا ليدخل في المركز 11 بتوقيت 8 دقائق 44 ثانية 74 جوز من المئة. محمد دوفت هو العداء المغربي الثالث المشارك في 3000 متر موانع. سلسلة عرفت مشاركة الكيني كيب خوتو أحسن عداء هذه السنة والمرشح الأقوى للفوز باللقب العالمي. كيب خوتو دخل في المركز الأول، أما محمد دوفت فدخل في المركز الثاني عشر. وفي رياضة الماراثون كان العداء المغربي محمد رضا العربي هو العداء المغربي الوحيد الذي مثل المغرب في الماراثون. محمد رضا العربي يتوفر على توقيت ساعتين 9 دقائق و50 ثانية وسجله هذه السنة بضيقه. السيطرة كانت كينيا بواسطة جيوفري كيب كورير الذي فاز باللقب العالمي قاطعا المسافة في ساعتين 8 دقائق و27 ثانية. الإثيوبي طولا فاز بالميدالية الفضية والنحاسية عادت لسيمبو من تنزانيا. بالنسبة للعداء المغربي محمد رضا العربي على الصورة فدخل في المركز 30 وهي نتيجة مشرفة قياسا لأول مشاركة له في بطولة العالم. العربي سجل ساعتين 17 دقيقة و50 ثانية. بطنجة أحرز البطل المغربي محمد نزواري لقب النسخة الثالثة للجائزة الدولية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للكيك بوكسينج، وذلك بعد تفوقه بالضربة القاضية على التايلاندي تونغ شاي. عبد الحق شرت. عروض طيبة قدمها المصارعون المغاربة في هذه التظاهرة الرياضية التي أضحت إحدى المحطات العالمية المهمة ضمن برنامج الاتحاد الدولي، وهكذا تمكن كل من أيوب مقدم في وزن 72 كيلوغرام إلى جانب محمد الأزرق والبوكيلي وكذلك كريم القداري في وزن 74 كيلوغرام من تحقيق الفوز بجدارة أمام خصوم من عيار ثقيل. لكن الأنظار في هذه الأمسية الرياضية الدولية للكيك بوكسينج اتجهت للنزال الذي جمع بين البطل المغربي محمد مزواري والتايلاندي تونغ شاي في وزن 72 كيلوغرام والمصنف الأول عالميا ضمن السلسلة الدولية غلوري والفائز بأزيد من 135 لقاء. المقابلة كانت مقررة في 5 جولات، لكن إصرار وقوة البطل المغربي محمد مزواري أنهتها قبل الأوان وبالضربة القاضية. كان ذلك بعد مرور بضع ثواني عن الجولة الثانية ينهي كل شيء وتعم بالتالي فرحة عارمة للجمهور الرياضي الذي أتت فضاءات قاعة زياة بطنجة. ويعد هذا الفوز 22 بالضربة القاضية للبطل المغربي محمد الزواري إضافة لسيطرته المطلقة على خصومه في نزالات جمعته بمنافسين أقوياء. النسخة الثالثة للجائزة الدولية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للكيك بوكسينج عرفت نجاحا كبيرا على جميع المستويات والأصعدة بحضور وازن للأبطال المغاربة ونظرائهم للتايلاند، تركيا، الجزائر، هولندا، سورينام إضافة إلى أبطال الجالية المغربية المقيمين بأوروبا.
رياضيا دائما، وبعد تألقه بمصر في البطولة العربية عاد اليوم المنتخب الوطني للتنس لأقل من 12 سنة، ونجح هذا المنتخب في احتلال المركز الأول بحصوله على 6 ميداليات ذهبية. ابتسام أدريس ومحمد العروي. بعد رحلة دامت أزيد من 10 أيام فوق أرض الكنانة، عاد المنتخب الوطني للتنس أقل من 12 سنة محملاً بالميدالية والألقاب، بعد أن حقق المركز الأول في عدة ألعاب خلال فعاليات بطولة كأس العرب في التنس ذكوراً وإناثاً، إذ حصل على 6 ميداليات ذهبية. هاد المنافسة دازت مزيان، دخلت لنا مزيان وفي الأخر جبناها. كانت منافسة مزيانة، كاع لي ماتش كانوا مزيرين، والحمد لله درنا نتائج مزيانة. شجعنا بزاف سي غاسو بوبليك ديالنا، لعبنا ماتش ديسيزيف ضد مصر، سيتي تري ديفيسيل مي اون ا غاني الحمد لله. 12 لاعب ولاعبة مثلوا المغرب في هذه المنافسة، أي بما مجموعه 3 لاعبين في كل صنف، إذ حصلوا على ميداليتين في مسابقة الفردي و3 ميداليات بالنسبة للمنتخبات حسب الفرق، ثم لقب الزوج بنات. حرزنا على الدرع ديال البطولة. بالنسبة للأجواء ديال هذه البطولة كما تتعرفوا تتكون محقونة بواحد الجو حماسي، لأنه كاع المقابلات تتلعب في لي ديرنيير مينوت. الأولاد ديالنا تبارك الله عليهم قاموا بالواجب، وهذا الناتج على استراتيجية الرياضية ديال الجامعة اللي كتعتمد على توسيع القاعدة ديال الفئات الصغرى أولا، وثانيا تكوين من أصغر السن، وهذا كيجعل بأن الحمد لله الخلف في هذا اليوم عندنا في الجامعة الملكية. ويبقى مستقبل التنس الوطني كفيلا بتطوير مستوى هؤلاء الأطفال، والمشاركة في مثل هذه المنافسات للاحتكاك وكسب التجربة هي الوصفة الفعالة التي عملت عليها الجامعة الوصية لإنجاح مشروعها مستقبلا. أسدل الستار على فعاليات مهرجان العاصمة للفروسية التقليدية في نسخته الثامنة، لوحات من فن تبريد أتتت هذه التظاهرة التي عرفت كذلك عدة أنشطة فنية وثقافية. سعد ريما وسفيان إبراهيمي. بمشاركة أزيد من 1000 فارس وفرس اختتمت فعالية مهرجان العاصمة للفروسية التقليدية في دورته الثامنة. المسابقات عرفت تنافسا حادا بين الفرق المشاركة والتي تمثل مختلف جهات المملكة. الهدف من هذا المهرجان هو هدف بالدرجة الأولى تواصلي بين كل الشباب المنطقة من فيها الرباط سالة زمور زعير إلى آخره، كما هو بمثابة وصل بيعة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. احنا جينا فرحانين الحمد لله، لقينا الجمهور زوين والحمد لله احنا فرحانين، يعني المشاركة ديالنا زوينة تبارك الله، كان البارود وكان المنافسة بين الفرقات، وحنا الحمد لله جبنا بارود زين والحمد لله. وتشرفنا اليوم بالحضور عندكم هنا المهرجان الجميل ما شاء الله، بحضور وافي لله الحمد وعرض جميل، ونحن البحرين والدول الخليج والمغرب اخوان لا شك، وفرحنا بشوفاتكم هنا. نعم، والله يحفظ ملك محمد السادس. الحفل تميز بالتنظيم المحكم مع تقديم عروض فنيه لفن تبوريضه، وكانت جهه قلمي مسمره ضيف شرف هذه الدوره. عاش الملك. احنا الحمد لله جينا محتفين بهذا الموسم على الذكرى ديال عيد العرش، جينا فرحانين الحمد لله، والتبوريضه زينه وجينا بخير وعلى خير، والجمهور زين والجمهور كيحب هذه التقاليد ديالنا الحمد لله. حنا ولاد التبوريضه دائما دائما. عاش الملك. كل مره كل مره كل سنه. وجينا نتفرجوا في هذا المهرجان ديال الولجه، لان كل عام كيدوز كيعاودونا عليه الناس كيدوز مهرجان مزيان. مهرجان العاصمة لفن تبوريضة في دورته الثامنة كان تحت شعار لنحتفل جميعا بعيد عرشنا الملك المجيد، وأكد من جديد هذا الحفل التلاحم القائم بين العرش والشعب. نذكر في الختام بالعناوين. خطاب العرش خارطة طريق لتخليق تدبير الشأن العام بروح من المسؤولية وجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.
مرحبا. 2017 عملية متواصلة بمختلف نقاط عبور مغاربة العالم إلى أرض الوطن، كما تابعنا من ميناء بنصار بالناظور. انخراط المجتمع المدني في التوعية بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة من هم في حاجة إلى هذه المادة الحيوية. المغربي محمد مزواري يفوز بالنسخة الثالثة للجائزة الدولية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للكيك بوكسينج في طنجة. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.